في كل نقلة في كل نقلة 5000 لتر. 5000 لتر هذه عرضت عليكم في هيئة مكافحة الفساد وأنت عضو فيها. عرضت علينا ورحنا ورجعنا إلى كل الكشوفات واتضح إنه في خلال سنة واحدة أن هناك اختلاف في مبلغ أكثر من 100 أو 130 مليون ريال إذا كنت أتذكر. تم التحقيق في هذه القضية بشكل واسع جدا ربما أكثر من 6 أشهر. وتم وأيضا نفس هذا الوسيط أيضا أعطي منشآت بالإيجار البسيط اللي هي منشآت حجيف في عدن. فكيف تم ذلك؟ تم التحقيق في كل هذا وثبت عليه هذا وأحيل إلى النيابة العامة. طيب. والآن أكثر من سنتين لم تحرك النيابة العامة فيها أي ساعة. يعني أنت مهمتك انتهت إلى النيابة؟ طبعا. إنما من الواضح إن هناك هذه في محطة واحدة فقط اللي هي محطة صغيرة محطة حزيز. فهو إنما هو لديه احتكار في كثير من المحطات في البلاد وضاعف ذلك كثير. عندما كشفنا هذا الأمر ذهبنا إلى رئيس الوزراء نطلب منه يا رئيس الوزراء نرجو وقف التعامل بهذه الطريقة مع متعاقد خاص. فوافق لنا رئيس الوزراء وكتب إلى الحكومة أو وزير النفط ووزير الكهرباء وهذه هي الرسالة التي كتبها رئيس الوزراء اللي يقول مرفق هذا صورة مذكرة الأخ رئيس الوطني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم كذا بتاريخ 6/8/2008 بشأن طلب عدم التعامل مع المؤسسة الفلانية نظرا لوجود عملية تلاعب منظمة تقدم به عند قيامها بنقل مادة المازوت من شركة النفط إلى محطة كهرباء حزيز وكما هو موضح بالمرفق وكان المرفق للإطلاع والتوجيه بعدم التعامل مع المؤسسة المذكورة بحسب توصية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. طيب ذهبت هذه الرسالة. جميل. هذه الرسالة مؤرخة 18/8/2008 تاريخ 30/8/2008 بعد هذا ب 12 يوم. جميل. جاءت الرسالة أخرى من رئيس الوزراء نفسه إلى إلى وزير النفط ووزير الكهرباء تحية طيبة وبعد تعقيبا على توجيهاتنا رقم كذا في الرسالة بتاريخ 18/8 بشأن عدم التعامل مع المؤسسة الفلانية للنفط المزودة بمادة المازوت بمحطة كهرباء حزيز عطفا على مذكرة الأخ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعليه يتم العمل بعدم التعامل مع المؤسسة للنفط فيما يخص مازوت محطة كهرباء حزيز فقط. فقط فقط. وهل أنتم اكتشفتوا أنه في أكثر من محطة وليس محطة واحدة؟ طبعاً. بل اكتشفنا أن هناك تهريب لهذا من المحطات بمعنى أنه نفس الناقلة الذي تذهب إلى محطة هناك استلام من المحطة وفي نفس الناقلة في نفس اليوم تدخل إلى المخازن في عدن. طيب هل رئيس الوزراء لم يعرف بذلك؟ طبعا رئيس الوزراء احتجينا على هذه الرسائل ولكن انا اسال سؤال مهم ما الذي يجعل رئيس الوزراء يقلب رايه في 12 يوم؟ انا اوجه هذا السؤال للحكومه غير ذلك انه قبلها بحوالي 6 أشهر قبل هذا الكلام بحوالي 6 أشهر اتخذ مجلس الوزراء قرارا بعدم ادخال وسيط بين مختلف الوزارات في نقل المنتجات النفطية وهذا القرار نقض بعد أسبوع ذهبنا في الهيئة ذهب مندوبي من الهيئة لطلب هذا القرار قرار مجلس الوزراء ولكن رفضوا إعطانا هذا القرار. طيب دكتور سعد ماذا نفهم من هذه القضية؟ نفهم بأن هناك سلطة عليا هي التي تأمر رئيس الوزراء بتغيير كلامه وهي بل انه بعد هذه الحوادث اعطي تسهيلات في الحصول على المازوت من وزاره النفط وكان شيئا لم يحصل بل كوفئ هذا الكلام طبعا في شهر 8/2008 ونحن الان نقل في شهر 7/2010 ولم يتغير شيء. هذه قضيه تنبئنا هذه القضيه ايضا طرحت في مجلس النواب ولم يحدث فيها شيء ولم يصدر فيها قرار أي أنه تاجر واحد فقط تمكن من السيطرة على مجلس النواب ومن السيطرة على السلطة التنفيذية ومن السيطرة على النيابة اللي هي سلطة قضائية ومن أيضا تحجيم هيئة مكافحة الفساد وكلها سلطات عليا في الدولة ولم تستطع أن تحاسب
تاجر واحد في الجمهورية الإمارية. وما خفي كان أعظم. وما خفي كان أعظم. طيب نموذج آخر دكتور سامي. نموذج آخر. نعم. هو طبعا من أول الـ 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 أنا أسميها إنجاز لهيئة مكافحة الفساد هو بحثنا في قضية الطاقة النووية مثلا. هذا خلال أول ستة أشهر بحثنا هذه القضية واستخرجنا وحصلنا على العقد المبرم ما بين وزارة الكهرباء يومها مع شركة أمريكية غير مؤهلة. هذا كان عام كم؟ هذا 2007. 2007 نعم. كان ذلك قبل موافقة مجلس الوزراء بأيام على العقد النهائي. عندما اكتشفنا العقد وجدنا إن الشركة التي تم التعاقد معها شركة وهمية وليس لها أساس ولا تعمل والعقد يمكنها من اليمن ويورط اليمن في 15 مليار دولار وأيضا أنها تقوم بدراسات بطريقة احتكارية ولا تعطي اليمن لمدة 10 سنوات لا تتفاوض حتى مع أي شركة أخرى للحصول على هذا عقد خاص بالطاقة النووية. نعم. على أساس بناء محطات نووية ب 15 مليار كان مع شركة وهمية مع شركة وهمية وعقد ليس حقيقي. كل ما كانت تسعى إليه الشركة هو بقوة هذا العقد مع الدولة اليمنية أن تذهب إلى البورصة الأمريكية وتبيع أسهم ب 40 مليون دولار. وهذا تم كشفه وذهبنا به إلى رئيس الوزراء قبل انعقاد مجلس الوزراء بيومين وطلبنا منه عدم الموافقة على هذا التعاقد. وفعلا في ذاك اليوم قرر مجلس الوزراء إلغاء هذا العقد وتم فعلا وتم بعدها جينا نتساءل ماذا بعد ذلك إذا كان الوزير تجرأ وأقدم على مثل هذا التعاقد ومجلس الوزراء أقر ببطلان هذا التعاقد وبضرره على الدولة اليمنية. جميل. فما هو رد الفعل الطبيعي إذا لم يكن الوزير لديه حصانة من المحاكمة فليس لديه حصانة من العقاب السياسي بمعنى أنه لا يستمر في منصبه. وهذا شيء أحرق الهيئة بشكل كبير ووضعنا شعروا جميع الزملاء بأننا أمام مهزلة بأن مثل هذا العقد يكشف أمام الرأي العام وأمام مجلس الوزراء وأمام العالم وثم لا يتم أي إجراء. تم تغيير الوزير فقط وكنت يومها قد أعلنت احتجابي عن العمل في الهيئة لمدة 3 أشهر. قلت لن أدخل هذه الهيئة وكنت سافرت إلى سنغافورة قلت لن أعود حتى يبعد هذا الوزير. وفعلا تم تعديل وزاري بعد 5 أشهر من هذا الكشف وخرج منها الوزير والقضية معروفة مع بيان من مجلس الوزراء بأن بعض الوزراء الذين تم إبعادهم كان لهم قضايا في هيئة مكافحة الفساد. هذه كانت أولى خطوات هيئة مكافحة الفساد. إذن هل هذا نعتبر هو يعني سبب استقالتك هذا الموضوع أن عندما أو جمعت عضويتك؟ سبب استقالتي إنه دعني أسمع من الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل دكتور. مشاهدي الكرام فاصل ونواصل.